شو بنتي في عندي مرة بقط الولادة يا عمري. بس جوزيفين ممكن تكرمي سلموا دقيقة، مين هيدا عادل المطر؟ عادل؟ ليه عم تسألي عنه؟ مش هذا اللي كان واقف معك بالكافيتيريا من شي شهر؟ ايه ليه؟ عزب؟ ولا شو كل هالأسئلة؟ عجبها لناي. كيف يعني عجبها؟ بدها تحطه بالبيت تتفرج عليه. عجبها؟ اه والله. كيف بدنا نعرفهم على بعض؟ ما بعرف إذا عادل بده يتجوز. أصلاً ما بعرف إذا عنده حدا بحياته. طب ما فيك تسأليه ما بتمون عليه؟ بلا بمون عليه. أصلاً مرة سألته ليه ما بتتجوز قام غير الموضوع. طب رجعي اسأليه مرة تانية. ما بحب ندخل بخصوصياته. كيف تا هو بيتدخل بخصوصياتك؟ مش هو على طول بردك لجوزك كل مرة بتخانق أنت وياه؟ بلا. اه خلص بس شوفوا بفتح له الموضوع. أنت بس استمشي منه إنه إذا عنده قبول يتعرف على حدا قبل ما تجيبي له سيرة ناي. أوكي؟ أوكي. أوكي. باي. أنا عم بشرف وعم تابع كل شيء. ما كتير عالم عم بيساعدوني بس أكيد الفاينل ديسيجن لإلي أنا. يي ما قلتلك سافرت على باريس جبت الفستان من هونيك. طلع حلو مثل الصورة اللي بعتلك إياها ميزون ديار. أجمل بكتير. بس الفرق إن شواروفسكي حبيبتي صار ديامون. ليه قد إيه طلع سعره؟ بليز خلينا نقعد كتير تعبت. الغالب يرخص لحبيبتي. وبيلبق لي. قوليلي مين دفع حقه؟ شو هالسؤال؟ أكيد هو تكفل بكل شيء. غازي حبيبتي ما قبل حتى فرنك بهالعرس. دخلك؟ ما رح يشتري لك بيت بلبنان؟ مبلا. بس هلا أنا عم فوكسينج على الويدنج. وبعد ما نرجع من شهر العسل، هو بيروح على أفريقيا وأنا برجع على بيروت. وقتها بنقي البيت وبفرش على راحتي. من بعد البيت، شو بدك تعملي؟ شو ما فهمت؟ إنه هلا لهي حالك بالعرس. وبكره رح تلهي حالك بالبيت. من بعد البيت بشو بدك تلهي حالك؟ ما عم بفهم. التقيت بسمير امبارح بالسوبر ماركت، منظره بلو القلب. ايه جبتوا سيرتي في شي؟ ما كان يقبل يحكي بالموضوع. ايه معه حق، هيدا الموضوع صار من الماضي والحكي فيه ما بقى له لزوم. ان شاء الله ما تكوني عم تغلطي يا جيهان. ان شاء الله يكون عن جد هيدا اللي بدك اياه من الدنيا، طيب ما تعيشي ندمانك الحياة. هيدا اللي بدي اياه والمفروض يكون بدي اياه. واي بنت ذكيه لازم تتصرف مثلي. ما في لزوم لكل هالانفعال. انا لو ما بحبك ما بفتح الموضوع. ايه بعرف بعرف. Don't worry about me. انا منيحه كثير هيك مبسوطه ورح ضل مبسوطه. We'll be right back.
ميرسي. تفضلي صحة صحة. ميت من التعب، سهرانة للصبح عن جميعة بظهر التل، كنت عم ولد مرة لأول مرة وبالماراثون، وكنت كل النهار كمان بضيعة الدرة، كنت عم ولد مرة. يعطيك العافية. واليوم بعد عنا أربع عمليات توليد، مش مصدقة كيف روح نام. يا ريت فيي أفتح كلينيك، هيك بصيروا الناس يجوا لعندي بدل ما ضل أنا عم بتشنشط من محل لمحل. يا ريت، قلت لك 100 مرة ما بدك. لك أنا بدي بس كيف؟ المشروع بيكلف مليون دولار، منين بجيبهم يعني؟ بدي شي 100 سنة تجيبهم. بعدين البنك ما بيضيّلنا مصاري قبل ما سكر ديوني، ولزمني كفيل. طب عاد المطر ما بيكفلك؟ رح أركب على كتافه أنا وجوزي لعاد المطر. آه لا مزبوط، ما رجعتي فتحتي لي هداك الموضوع، ما رديتي لي خبر. أي موضوع؟ آه ناي، ما عم شوفه لعادل، ما عاد شفته من وقت ما رجعت لفريد. لو بدك كنت قصدتي تشوفيه. هي ناي قالت لك تقولي لي؟ أكيد لا، يمكن عقلك ناي تطلب مني هيك طلاق، بس إنه حسيت من حديثها إنه بيعجبها، هي بالعادة ما بيعجبها العجب، أنا قلت نستغل الفرصة. ما بحب أتعاطى بهيك أمور. ما بعرف كيف بدي افتح له الحديث، بركي زعل مني. يا اختي ما بقى تفتحي له الحديث، بس اجمعيهم بشي طريقه. غاده بتكوني عم تخدميه خدمه كبيره لعادل، ناي بنت مثقفه ورايقه ومهضومه وبتحب الناس، بتفتح له بيت وبتربي له ولاد غير شكل. بعرف، بدك تعلميني عن ناي؟ ايه طيب، لكن لشو مردده؟ ما بتحب تشوفيه مجوز ومبسوط؟ الو بونجور عادل. بونجور، خير في شيء؟ لا انا ما بحكيك الا اذا كان في مصيبه. طمنيني كيفك؟ منيحه. اي متى فيك تجي تشرفنا على العشاء؟ شو المناسبه؟ اشتقت لك وبدي اشوفك. لازم يكون في مناسبه لحتى تجي تتعشى عنا؟ لا طبعا لا، اكيد ما بدها مناسبه، انا جاهز وقت اللي بدك. الجمعه منيح؟ منيح لك. فإذا أنا بشوفك الجمعة، يلا باي. ماشي باي. ألو؟ بونجور روجي، كيفك؟ تمام، ماشي الحال. لا ابدا ما في شيء، بس بدي اعتذر يوم الجمعه ما رح اقدر اجي لعندك. لا صار عندي شيء ضروري كثير. خيره بغيره.
لا لا انا ما رح اعتذر منها، انت اعتذر من ميرنا. خلص اوكي وسلم لي عليها كثير. يلا باي باي. باي سلامتك. معزوم لعنا على العشاء؟ ايه؟ ليش ما عندك خبر؟ لا ما قالت لي. شفت انه بقى عندي قرار بهالبيت مش عملت الحساب. اذا زعجك الموضوع خلص. زعجني؟ بس هذا ببرهن لك اني كنت صادق معك لما قلت لك اني حاكمه بامره. انت ليش عم تعاملني وكاني انا غريب عنكم؟ كاني صار لي شهر او شهرين بعرفكم. ببساطه بدها تكون قررت امبارح بالليل او اليوم الصبح وحضرتك كنت نايم. ولو بتحكيك بلا ما تقول لي. بركي انا مشغول يوم الجمعه تعشى انت وياها لوحدكم. شو عادل؟ شو انت مشغول بكره يا خيي؟ ماني مشغول بس عم بحكي بالمبدا. ليش ما قلت لي انا اعزمك وهي بتعرف كثير منيح انه بلتقى انا وياك تقريبا كل يوم؟ يا عمي خلص اذا بدك تعمل معها مشكله كرمال العزيمه انسى الموضوع. والله ما رح اعمل مشكل بس عم بشكي لك همي مسموح. مشكلتك انك بتشفق القلب. طيب بكره الجمعه ورح بتشوف كيف رح بتعامليني. اشرب. غازي الحمد لله منيحة. انت ماشي سهرانة هلا؟ ما إلي جلدي إظهار. طيب طيب أعطيني ساعة لحضر حالي. باي. شو عم بخبرني عادل انه معزوم على العشاء لعنا يوم الجمعه؟ ايه نسيت اقول لك، حبيت اعزم امل وجوزها وناي، وقلت كمان بقول لعادل. جوزها لامل؟ هيدا الثقيل الدم يلي مصدق حاله انه صار حكيم؟ ايه بحق له يصدق حاله لانه صار حكيم. اه على كل سهره وبتمرق، بس كنت بفضل تعطيني خبر قبل ما تبادري بالعزيمه لانه حرجتيني قدام عادل. غدا بدنا نضل هيك؟ شو بك كل ما بدي احكي معك كأني بتخشي من الضحك؟ ولو معادل صاحبك من ايام المدرسة، شايفك فوق وشايفك تحت، لازم يكون عندك سبب اكبر من هيك حتى تحس بالحرج قدامه، مثل مثلا انه بيروح بيدفع عنك ديونك، مثلا بشوفك عم تضرب مرتك. بشرفك انه ما رح تنسي هالمواضيع وتسامحيني؟ ما فيي انسى، لانه دائما بخاف ما تعمل لي شي مفاجأة. مش أول مرة بتنيمني على حرير وبتوعيني على مصيبة. برحمة بابا ما صار لي شهر مش ماسك لا كيس ولا ورق. ايه منيح، المهم تضلك مش ماسكهم. طيب يا غادة بكره الايام تثبت لك اني تبت. غادة بعدك زعلانة؟ فيني اقرا؟ تقدري. فإذا عم تجي مأخر لكون أنا فليت ما هيك؟ بعترف إنه أنت كتير قوي، بس كمان بعرف إنه أنت رح تموت تشوفني.
حتى لو من بعيد. بس حسب ما شايف انت اللي ميتة تشوفيني من قريب. ما عم بنكر هيدا الشيء، ما عم بهرب منك وما عم بعمل حالي انه انا مش فارقيني معي. اسمحي لي اخذ دوش. أنا أصلاً مستعجلة كتير، غازي هون ومعزومة على العشاء، ما عم بنوقف عزايم. على فكرة حتى أصحابنا اللي كانوا بيحبوك وبتعاطفوا معك هلأ بيموتوا فيه لغازي، كرمال هيك ما بيعزموك على عشواتهم، بيعرفوا ما فينا اتنيناتنا نكون بزيت المطرح، أكيد رح يفضلوني أنا وخطيب عليك. يلي بيسمع حديثك بيفكر إنه أنا اللي تركتك وعم تنتقمي مني، إنه شو له طعم حكيك هلأ؟ خليني غار؟ طمني بالك جيهان أنا غيران، غيران ورح جن من الغيرة. ارتحتي؟ صفيه هلا آخذ دوش؟ لا ما فيك. منك خايفة تتجرسي؟ مش على أساس عندك عشاء؟ بعد عندي نص ساعة. بدي أصدر للآخر لحظة. لأنه معقول كتير ما بقى أشوفك بعد هلأ. جيهان بترجيك تركيني بحالي. أنت حددتي خيارك بالحياة تمشي فيه للآخر وما بقى تطلعي لورا. بتأذيني وتأذي حالك أكتر ما أذيتينا. بليز جيهان فهمي إنه ما فيك تحصلي على كل شيء. بليز فلي من هون. ما بدي فل، ما بدي. مش هيدا اللي بدي اياه، فاهمة؟ دخلك أمل وين بوب ما شفناه؟ بوب عنده جارد الليلة ما قدر يجي. دوماج كنا كتير حابين نشوفه. ما هيك غادة؟ أكيد، بس إذا بدنا ننطر لحتى ناخد كلنا أوف ما بتزبط بشهور. معلي أحسن ما تكونوا كلكم كابلز وأنا لوحدي. مانك لوحدك. فريد مول معروف بتفتح قنين تمرين للصبايا وسكور كيس ويسكي لعادل. يس كابتن. وانا ما بيطلع لي كيس بهالمناسبه. لا بلا بيطلع لك بس نص كاس بليز. مثل ما بدكم. امل فيس بتساعديني شوي بالمطبخ. يلا اكيد. طيب انا في ساعدكم بشي؟ انت بس سلينا عادل. انا اعطوني المهمه الاصعب. ماني حكواجيه وما بعرف سله، بالعكس بزهق. لا بالعكس، في اهدى من اللي قلتيه هلا. عن جد؟ اي طبعا، اصلا مش مهم الانسان يكون بس مهضوم، المهم يكون حنون وطيب وذكي، وبعتقد هالصفات موجوده فيكي ولا انا غلطان؟ خجلتني، ميرسي. لا طبعا هذا حقك، الشيء اللي عملتيه مع غادة واولادها ما بيعمله غير انسان عظيم. غادة ضيفة خفيفة كتير، وأصلاً مش عارفة كيف بدها تردلي الجميل. صارت جايبتلي شي 10 هدايا، وكل ما تكون أوف تعزمني على الغداء والعشاء، هي صار إلها معي كتير. إي طبيعي، أصلاً أنتي على الشي اللي عملتيه بتستاهلي أكتر من هيك بكتير. في أسألك سؤال لو خاص شوي؟ طبعاً تفضلي. لاحظت لهجتك سورية لبنانية؟ مزبوط، أنا بي لبناني وأمي سورية.
والدي توفى تقريبا كان عمري 4 أو 5 سنين، اضطرينا ننزل على سوريا وعشت تقريبا كل حياتي لحد ما صار عمري 18 سنة. بعدين كفيت جامعة بلبنان وبيت هون. غدا غدا شري جيبي ثلج. تعا انت جيب، نحن مشغولين. يس كابتن. دخلك شو قصته مع الياس كابتن؟ صار قايلها مرتين الليلة. هلا أول شيء بس بده يورجينا إنه هو كتير مظلوم وبإنه غادة هي اللي متحكمة بأمور البيت. طبيعي. إن شاء الله يكمل هيك. أنا وراء الدعسة بدي خليه يفكر 1000 مرة قبل ما يعمل غلط. يا أنا يا هو. يا اهلا وسهلا. مرسي. اهلا فيك. مين سيد الكاسات؟ آه فريد. نعم شيري. عمول ما بجيب الكاسات من اوضه السفر. ايه بامريك. غادة وين الحامض؟ يلا جايه. بالاذن. مثل كانهم مستقصدين يتركونا لوحدنا. كيس هالجامعة الحلوة. نفرح منك. مرسي. كيس. عقبالك عادل. مقفة. اللي عم طلع فيها هيك. لأنه ما بدها مقفة. شوفي اليوم شو قصتنا يا جماعة. ولع. معقول ما تشرب كيس فرحتك؟ أنت كمان علي؟ ليه عندك مشكلة مع الزواج؟ أنا ما عندي مشكلة مع الزواج. بس يمكن ما سائبت. يمكن ناطر الحب الكبير. يمكن. معقول بعد لهلأ ما حبيت؟ عم تحسسيني إني ختيرت. لا بس أكيد يعني صرت فوق 18 شوي. مظبوط فوق 18 بشوي. بس بعد ما جاوبتني على سؤالي اكيد حبيت بس ما صار في زواج. مين اللي انا بعرفها؟ ما بتعرفها. لكن ليش مخبيها علي؟ خبيت عن كل الناس. انا لازم ادفع عن الفيلم بالاذن. اوكي شيري. ما في ثلج؟ عادل ابدا ما بقبل. غادة شيري جيبي ثلج. لا بليز انت قوم جيب. عادل ولا اقول لك انا بجيب. لا تقول لي عم بتحكم فيك. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ميرسي. ميرسي. تبقي سلمينا على دكتور بوب. رح يصير جراح. شو عم يصير غدا؟ شو عم تجربي تعملي؟ انت بتعرفي منيح انه ما في اصحاب لي اعطيتهم كرمال انه حاولوا يعرفوني على بنات مشان اتجوز. انا بكره اي حدا يحكي معي بهذا الموضوع، بكره. ما بدي اياك تقضي حياتك كلها ناطر. انا مالي ناطر. بدي اشوفك مبسوط ومستقر، بدي اشوف لك ولد ينور لك حياتك ويعمل لك اسمك. انا مرتاح بحياتي هيك، مبسوط. انا لو ما شفت ناي انها بنت استثنائيه ما كنت فكرت بهالموضوع. غدا 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 إذا بتريدي لا تتدخلي بحياتي، أنا ما طلبت منك. وكيف أنت بتتدخل بحياتي؟ أنا ما بتدخل. أنا بتدخل لما حدا منكم بيطلب مني، وأنا ما طلبت. عادل أنا عم فكر فيك. أنت ما بتعرف شو هو الشعور إنه يكون عندك ولد. أحلى شعور بالدنيا. ما حدا بيستحق إنك تنحرم منه، ما حدا. ما حدا. قصدي ماشي.
شبوها العصفور ما بيحكي بالمرة؟ حكيك منيح؟ لكن مستعجلة كتير ما معي كتير وقت، بس جاي لخبرك شخصيا الخبرية تعرف ردة فعلك. خير شو في؟ غادة عطت رقمك للمتر عادل، توقعي بقلك بهاليومين. ليه عطته اياه؟ طلب رقمك عطته اياه. هو طلبه؟ انه ايه اكيد، خيالة تعطيه من دون ما يطلبه. وليه ما طلبوا مني؟ يا الله يا الله، ما بعرف، يمكن استحى. طيب ليه قولك طلبه؟ مش معقول، استغفر الله العظيم، يمكن بده يشوف اذا رقمك حلو او عادي. شو بكي دخلك انهبلتي؟ بده يتعرف عليكي. ليكي اذا ضلت تظهري معه رح تروحي؟ انه اكيد تخيلي لا. اذا قالك بدي اتجوزك بتقبلي؟ مش بالاول لا يطلب يظهر معي؟ شو بيعجبك يا محتيل؟ شو بيعجبك؟ انه ايه كتير. اخ لو خالتي بعدها عايشة هلا كانت عطتني هالخبرية جات ملوخية بلا بصل. الله يرحمها. الله يرحمها. مش متلك عايشة على الدليفري. ليه ما انت شبه قهوة؟ نسيتيني. Please.
بعرف الوقت مؤخر بس هلأ لخلصت السهرة. أوهو سهرتي كانت أجمل. كيسك مريدي حصل لي كيس؟ تعرفنا ما بشرب، ما بعرف شو اللي خلاني اقطع اطمن عليك بهيك ظرف. مرقت من هون قلت اذا الضو مطفي بكفي طريقي، فليتك بعدك مضوى، اكيد ما رح تقدر تنام بهيك يوم. احنا دايما بسهر لهالوقت سوزي. بدك تقلي انه ما في شي معين بسهرك؟ اكيد لا. انت اكيد؟ كنت مبين حلوة مثل عادتها وأحلى شوي. كنت مبسوطة ظاهرياً. إيه كل أصحابنا كانوا بالحرس؟ كلهم ما عدا مايك ويارا لأنهم مسافرين. أو في كمان مرت خيمة كانت بالحرس، قالوا انه مريضة بس انا بعرف انه جيهان ما عزمتها. ولك يا سوزي من عقلك انه بدك تعزمها، مع انه بلكي حدا من اهل العريس او قرايبه عرفوها، ما بيهين عليها للبيكي. سوزي انا اللي قتلني انه بعدني بحبها، عيب علي يكون بعدني حبها، عيب حب وحده مثلك. تفو thank you.
العمر يتغير احساسنا، سير الدنيا تشد زعل يتغير كل شي براسنا. كل شي كان وهم وصدقته، احساسي ما بعمري فقدته. مش سهل امشي بنسى كده.